الدكتور المفكر الدكتور ثروت الخرباوي استاذنه كلمه للبرلمان. وفعلا في برلمان الشباب احنا كنا بنسمع زمان عن برلمان الشباب، لكن انا كنت شايفها سوريا المره دي اول مره اشوف برلمان حقيقي تحول السوري الى حقيقي. انتوا عارفين ليه؟ القاهرة العاصمة الحياة بيرفع من قيمة أشياء كثيرة جدا جدا في مصر في الفترة الحالية. لازم يكون في مشروع للشباب يجتذب طاقات الشباب بدلا من أن تذهب تلك الطاقات إلى مشروعات أخرى فاسدة مضللة لا تنتمي إلى التراب المصري والتاريخ المصري والعقيدة المصرية والفهم المصري الأصيل للإسلام وللأديان عموما. أزود دول واستناه بره. طيب، هذا النشاط هو في حقيقته يجتذب الشباب ويمنع حالة فراغ كانت قائمة بالفعل. فنجد الذين كان من الممكن أن يذهبوا إلى مشروعات أخرى الآن لديهم الباب مفتوح ليعبروا عن أنفسهم وعن